السلام عليكم، تحياتي لمتتبعين قناة فلوك. احنا دابا كنقدم لكم واحد الشاب اللي كيبغيكم كلكم، باش الداري اللي كيبغيكم راه هو ما كينعش كيقلب ويبحث في التراث الشفاهي المغربي باش يخرجكم النكت ديال الجدود والنكت اللي الوليدات والاجيال الصاعده باقين يستحلوها، باقين يضحكوا معاها ويستافدوا، حيت كلهم ميساجات، كلهم للتنميه الذاتيه، وكل لازم يعرف اش واقع في التراث ديالو في الجذور ديالو. كنشكروه باسمي وباسمكم كلكم، كنشكر هذا الشاب الانيق، الشاب الخدوم، الشاب الخالق. الله يكبر بك. خلي لكم يقدم السويد. معكم فريد الياس فوكايم والنكته، تحياتي لكم الجاليه المغربيه في العالم كامل. وادي نكويتا خفيفه ظريفه من غراتوي من عندي انا، من مدينه بوميه اقليم ميدلت الجاليه المغربيه كاملين. واحد الدريري صغير كيلعب حدا جدو، جدو ما قاريش بالك الدري الصغير، من بيت الاحرار مشرق الانوار، جدو ويعطي الكذا قال لك تفلى في القران، وانا قصبو الدري قال الله الوالد راه النشيد الوطني واش نوقع لي، قال لي امين وانا كنصلي به ولد الحرام. تحياتي شو الروح الوطنيه كيصلي بنشيد الوطن، تحيه لكم تبارك الله عليكم. واللي بغى يتعرف عليه اكثر فيدخل في الفيسبوك، قناه ديالو في الفيسبوك، لاباج سميتها مول النكته، استمتعوا ب حتى في اليوتيوب راه داير مول النكته، غتلقاو الاعمال ديالي في الراديو بليس، في الراديو ديال ام اف ام، في برنامج مع الناس، كي كنتي كي وليتي عده اعمال. وتحيه لكم، وكنتمنى ندير واحد الجوله ونكون عندكم في هولندا، في بلجيكا، في فرنسا، يعني في جميع انحاء العالم. وتحيه للجاليه المغربيه، وكنموت عليكم. هذا نداء لكل الجمعيات اللي كتنشط في المجال الثقافي اللي عايشه في المهجر، تشجع الطاقات هذه اللي غتحمر الوجهات ديالكم، اللي هي عندها مواضيع هادفه، اللي هي كتبني اجيال صاعده بنكت خفيفه الظل. هذه تحياتي، شجعوا ان شاء الله غادي تكون التجربه الاولى ان شاء الله في المهرجان الدولي ديال السينما اللي غادي يكون في مالاغا. نتمنى ان شاء الله نكونوا موفقين، نحاولوا نعرضوه في اي ان شاء الله المتتبعين ديالنا اللي عايشين في مالاغا، فمرحبا بهم ان شاء في الشهر 11 ما بين 11 12 حنا نورغان ننظموا، وغادي نديروا نداء لجميع الجاليه المغربيه اللي عايشه في مالاغا واللي حتى هي عايشه في اسبانيا، لما لا تجي تشجع وترحب بوليدات البلاد اللي صراحه ادباء، نقدروا انا كنسميهم اديب في الفن الشعبي، اديب في الفن الشفاهي، الباحث الذي الذي لا يمل ولا يكل في البحث. اسمح لي غنقطع الاستاذ، لانني انا كندير بحث عميق في النكته المغربيه، لان النكته المغربيه دابا حاليا كنشوفوا غير لي سكيتشات اللي ولاو بالستاند اب، يعني تبعنا الغرب بزاف وبعدنا عن الثقافه ديالنا اللي هي النكته، لان المغاربه معروفين بالنكته المغربيه. وانا حاليا كنوجد واحد الكتاب وكنبحث عن النكته المغربيه، وندير مجموعه ديال النكات ان شاء الله، ونخرج واحد المؤلف ديال الضحيكه في دقيقه ان شاء الله. وكنتمنى هذا الكتاب هذا ان نوقعه في احد الدول الاوروبيه ان شاء الله، مع الجاليه المغربيه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تكون معنا في اسبانيا، وتكون مع اصدقاء ديالنا اللي في هولندا، اللي في السويد، اللي في النرويج، فنلندا، اللي في بلجيكا، اللي في حنا غادي ان شاء الله نديروا مجهود حنا وانتوما باش نشجعوا الطاقات اللي كتستاهل، الطاقات اللي كتخدم، الطاقه الخدمه ديالها كتبان على الوليدات، حيت حنا الوليدات هما الحب ديالنا وهما الامل ديالنا، لازم شويه نعرفوهم جذورهم هويتهم، حيت امانه كما خلاوها والدينا خصنا نخليوها لوليداتنا. اللي مع هذا المنبر هذا كما قلت لكم بارطاجيو، بغينا هذا الفيديو هذا يوصل ماكسيموم، ار يو اندرستان بليز، ماكسيموم بور فافور بارا ابويارنو سيستي ارتيستا. Este de verdad es un joven, un trabajador, un luchador que lucha siempre para nuestro bien, el bien para nuestros hijos, nuestras familias. A ver, entonces, مرحبا بكم. واخا ما فهمتش هادشي اللي قال، ديروا داكشي اللي قال لكم الله يرحمكم الوالدين. Entonces, مرحبا بكم، نشجعوه ان شاء الله. وهذا الفيلم عفاكم بكم، دي امانه، هذا الفيديو هذا راه امانه عن
اي واحد شافه باش يبارطاجي يوصل لابعد ابعد بقاع في العالم المغاربه, يعني اين يوجد مغاربه العالم, غير يوصل باش يتعرفوا على الطاقات هادو, ومره مره نعرفوكم على طاقات اخرى اللي باغا اللي كتحبكم, ماشي اللي ما كتحبكمش, اللي كتحبكم اللي كتحبكم نجيبوها لكم, اللي ما كتحبكمش بحال هذا ما غاديش, واخا يرغب واخا يزاود ما غاديش ندوز ياك. معقوله انا كنحبكم وكنبغيكم, كاين واحد خينا ما بغاش يدير فيديو, واحد فنان ولكن وحشومي شويه. الله يهديه الله يهديه. موسوس بالحق هذيك التلفازه بالحق ما علينا. هذه تحياتي وعافاكم, مول النكته في اليوتيوب ومول النكته في الفيسبوك, التسهيل مول النكته في الفيسبوك. شوف واد عادل الفكاهي مقلد الاصوات, تحيه للجاليه وعادل الفكاهي مقلد الاصوات. دير لهم شي لعيبه الجاليه المغربيه. تحيه للجاليه المغربيه, دير لهم عبد الرؤوف. انا مزوق الله عليكم عبد الرؤوف, وتحيه لكم ومرحبا بكم عبد الرؤوف. تحيه لكم وعبد الرؤوف, الله يعاونكم. دير لهم عبد الرؤوف, دير لهم عبد الرؤوف. عبد الرؤوف باش تبارك الله عليكم, لا يعاونكم لا لكم البخير, لا يعطيكم الصحه, لا يطول عمركم. بغيت نجي عندكم, بغيت نجي عندكم, كنبغيكم حتى باغي نجي عندكم يا حبيبي. صافي بانك زيد دخل واحد الدخله ديالي. اش كاين اخر؟ اش كاين فنان اخر؟ شنو ديك القديم رمضان؟ قول لي اش من مدينه هذه؟ هذه اش من مدينه؟ دابا حنايا شكون فنان اخر اللي هو ما كيضرب الهناوات ديالهم؟ كيموت على الهناوات, كيموت على الهناوات, والله كيموت على الهناوات. ماشي وقت اللايف, وقت ماشي لايف. اذا نداء شجعوا القناه اليوتيوب مول النكته, وشجعوا الباج ديال مول النكته, وهضر معاهم بالحق بطريقه اخرى. ديك موضوع احنا غتولي تقول لي علاش ياك يلاه هضر معاهم يلاه هضر. حشم ديك طلع عندي بيني وبينكم الى جاي بتعطل. لا واش هضر معاهم باش الباس ديال بوري لهم القناه ديالك. سنى لك صاحبي يلاه القناه ديالك باش يدخلوا عندك صاحبي. قول لهم القناه ديالك. مرحبا بكم. حي حي الناس ديال الموند. دابا تسنى دخلت ولي قال تحيه الناس ديال الموند بعدا. سميتو هي الموند, مدينه ديال الموند, روتردام, امستردام, هي الميخان, تحيه بجعد بن حمد خريبكا. راه ستات ستات سكوت سكوت راه ستار. تحيه لجميع الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج, وتحيه من عند خوكم. هضر لك شي قصه. لا لا خليه ولا غيدو استاذ كيقري المات. سنة تلقاس. مرحبا بكم عندي في قناة اليوتيوب عادي. أتسكت عادي الفكاهي عادي باج فيسبوك عادي الفكاهي, اليوتيوب عادي الفكاهي. قول لهم بالهناوات. تحية من هذا الهناوات. الله يرحمك. قول لهم بالهناوات غتجي واعره. والله العظيم والله حتى بالهناوات غتجي واعره. كيحماقوا عليها والله حتى. قول لهم صحني والله حتى كيحماقوا عليها. سيزي ليكم الهناوات. تحية للأساتذة. ياسر الله يرحمهم. يلا دير دير. ويلي 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 مخليني لولاد الدوار وغادي بحراقة مي بريز احمد. هاد كنتقاسموا معكم هاد اللحظات, كنتقاسموا معكم, دوروا معنا باش نركبوا. راه جابونا لهاد, جابونا لهاد بوميا ولا بونيا ولا شي حي الميم وزيد النوت وقتلتني على الشمس وهربوا لي ناشي. ستاكي دخلوا مستاكي. شوف شوف هذا اللي جبتو لهولندا ولا جبتو هذه راه غيتوضر. غنقول له ديري النداء في مكتفو. تحيه للجاليه المغربيه وتحيه للناس ديال بوميا. الله يجازيهم بخير على هذه الضيافه, كرمونا الله يكرمكم. تحيه للمغاربه عادل الفكاهي. تحيه شوف تحيه ل انت سميتك هذاك. تحيه تسمع وانت سميتك انا تبدا سميتك. زدتي خنشكروا الناس من منطقه صاحبي ديال بوميا. وانت شكلوا الرئيس زازي تبدا. وانت لابس الزرق التلميز ديال الطوبيس. ما تنساوش تبارطاجيو وتضغطوا على اللايك. هذا ما خلاناش نشوفوا القناه وحنا دابا راه كنتواجدوا. هذه امانه لاي واحد شاف هذا الفلوك هذا ينشروا في ابعد. وما تنساوش اليوتيوب نكته, شوف نكته فيسبوك والنكته عادي الفكاهه
عاود قولها ما تنساوش تبارطاجيو ونشروا الفيديو نشروا الحوايج في السطح نشروا الفيديو راه سارد وطلعوا للسطح ونشروا الحوايج. مرحبا بكم وتحيه كنقولوا لكم من الجاليه مغاربة العالم تحيه من مدينه ناس ديال امريكا ناس ديال سويسرا ناس امريكا انا غنباركو سويسرا فرنسا هولندا بلجيكا زيد شكون الاخرى السلام عليكم تبلاتي نكملوا الدول هادشي وانت غتقلقوا لينا الاخرين جميع مغاربة العالم جميع وجميع اللي خارج ارض الوطن اللي مشى وما رجع والله اللي غيجيبوا الله يجيبوه على خير. انتم علاش خرجتوا انتم بقى وحداني هاد السبعين تحيه لكم كاملين الله بالله تيات غادي يخلصونا هاد الناس.